من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. في الآية السابقة تحدثنا عن هلاك القرون الأولى، الله تبارك وتعالى عذبهم وأهلكهم. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. قد يخطر بالبال، قد يتساءل شخص أنه لماذا أخر الله تبارك وتعالى عذاب تلك الأمم، ولماذا رفع الله تبارك وتعالى العذاب عن هذه الأمة، أمة رسول الله صلى الله عليه وآله. فهنالك سؤالان يخطران بالبال. السؤال الأول، الأمم السابقة على طغيانهم الكثير الكبير تمادوا في الغي لمئات السنوات، ليش في السنة الأولى الله تبارك وتعالى لم يقض عليهم؟ النبي نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة يبلغ. بعد هالفترة الطويلة بكثرة إيذائهم للمؤمنين الله تبارك وتعالى عذبهم فأخذهم الطوفان. بنو إسرائيل سنوات عديدة لبثوا في العذاب المهين، سنوات عديدة، ربما مئات السنوات، قبل النبي موسى، بعد النبي موسى. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. هم في زمن قبل كان أملهم النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام يجي حتى ينقذهم. النبي موسى إجا ولم ينقذوا بسرعة، وإنما سنوات طويلة طالت الفترة. لماذا هذا التأخير؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا رفع الله تبارك وتعالى العذاب عن هذه الأمة فلم يأخذ كفار قريش؟ وإلى يومنا هذا وإلى ربما يوم القيامة، ما الذي تغير؟ ربما هذه الآية الكريمة، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، ربما هذه الآية الكريمة تتكفل بالإجابة عن السؤال الأول أو السؤال الثاني أو كليهما، بالإضافة إلى مجموعة من الآيات والروايات الأخرى التي تبين فلسفة هذا التأخير. ولولا كلمة سبقت من ربك، التأخير في الأمم السابقة والرفع بالنسبة إلى هذه الأمة لكلمة من الله سبقت، إما في عالم الذر أو في بدء خلق العالم في اللوح المحفوظ
سبقت من الله كلمة وأجل مسمى، يعني أجل مقدر، قدره الله تبارك وتعالى لإهلاك الأقوام، إما في الدنيا بالنسبة إلى الأمم السابقة، وإما عذاب هذه الأمة في يوم القيامة لأجل تلك الكلمة الإرادة الإلهية. كلمة الله يعني إرادته، يعني قضاؤه. والأجل المسمى لأجل تلك الكلمة ولأجل ذلك الأجل المسمى تأخر العذاب أو رفع. سؤال: لماذا الله تبارك وتعالى أصدر هذه الكلمة، كلمة كن فيكون؟ لماذا قضى تأخير العذاب أو رفع العذاب؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. هنالك مجموعة من العلل، هذه العلل تبين فلسفة هذه الكلمة، فلسفة هذا القضاء الإلهي، وتبين السر في تقدير هذا الأجل المسمى. هذه العلل الأسباب قد تكون متداخلة، قد تكون متلازمة، قد تكون مفاهيم مستقلة، قد ترتبط بشرائح مختلفة من الناس. كل علة، كل سر قد يتكفل بالإجابة لمجموعة من الناس، لبعض البشر، أو قد تكون بينها تداخل وترابط وتلازم، أو بعضها مقدمة للبعض الآخر. أولا، هنالك قانون نسميه بقانون التزيل وإخراج الودائع. لأجل التزيل ولإخراج الودائع الله تبارك وتعالى أخر العذاب عن تلك الأمم السابقة ورفع العذاب عن هذه الأمة. الله تبارك وتعالى خلق بين المؤمن والكافر، فجعل الكافر في صلب المؤمن كما جعل المؤمن في صلب الكافر. فإذا تقرر أن ينزل العذاب، المؤمن الذي هو في صلب الكافر شنو ذنبه؟ الله جعله في صلب هذا الكافر. إذا نزل العذاب على هذا الكافر، المؤمن أيضا ينتهي وجوده، هذا إلى حق في الحياة، الله تبارك وتعالى منحه هذا الحق. الله لا يعذب أحدا، الله تبارك وتعالى لا يعذب أحدا ما دام في صلبه مؤمنا. واحد من الكفار اسمه أبو عامر، في صلبه حنظلة، حنظلة من المؤمنين. إذا تقرر العذاب ينزل على أبي عامر، حنظلة شنو يصير مصيره؟ حنظلة آمن برسول الله صلى الله عليه وآله واستشهد في أحد وسمي بغسيل الملائكة، في رواية مفصلة مذكورة في محل، غسيل الملائكة مقام عظيم جدا. أم حبيبة في صلب أبي سفيان، أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، أم المؤمنين، لها مقام عظيم. من المؤمنات في صلب من؟ في صلب طاغية اسمه شنو؟ أبو سفيان. لازم هذا الموجود في صلب الكافر يخرج،
محمد بن أبي بكر من أولياء الله، الابن محمد من حواري أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الابن الطاهر الولي في صلب ذلك الرجل المعلوم، لازم هذا يخرج من ذلك. ولذا في زمن النبي نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لم ينزل عليهم العذاب حتى انتهى وجود المؤمنين في أصلاب الكافرين. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. خلاص 950 سنة النبي نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لازم ينتظر حتى يخرج أو تخرج تلك الودائع التي أودعها الله تبارك وتعالى في أصلاب الكافرين. بعد ذلك فأخذهم الطوفان. وهكذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، الآية الكريمة ربما تشير إلى هذه الحقيقة، لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم فتصيبكم منهم معرة. ثم يقول لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزيلوا يعني خرج المؤمنون من أصلاب الكافرين. طبعا شأن نزول الآية في مورد آخر في المسلمين في المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وآله في مكة الذين لم يهاجروا. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يسأل الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، لماذا لم يفتك بأهل الجمل بعد أن ظفر عليهم؟ هذول بغاة، هذول كفار، خرجوا على أمام زمانهم. الكافر أشرف من عنده، الباغي على أمام زمانه، هذا محارب لله ولرسوله. فيأتي الراوي إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول أمير المؤمنين عليه السلام ظفر بأهل الجمل، لماذا لم يفتك بهم؟ لم يقتلهم جميعا؟ وهم يستحقون القتل. فأجابه الإمام صلوات الله وسلامه عليه آية من كتاب الله. شنو الآية؟ هاي الآية لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات إنه كان لله عز وجل ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين. ذول أهل الجمل هم كفار ومنافقين ومحاربين لإمام زمانهم، خرجوا على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء يستحقون القاتل ولكن لم يقتلهم علي عليه السلام. لماذا؟ لتلك الودائع التي فيها. ولم يكن علي ليقتل الآباء حتى تخرج الودائع. كان ينظر، كان والله بعيد المدى ينظر إلى أعماق التاريخ، يمكن إلى 1000 سنة الإمام أمير المؤمنين ينظر في صلبه،
في رواية أخرى في إحدى الحروب، ربما في حرب صفين، أمير المؤمنين قتل كمية، مالك الأشتر قتل بنفس تلك الكمية، بنفس ذلك العدد، والأعداد متساوية. فهل علي فخر على مالك في هذه القضية؟ الظاهر من مما في بالي سابقا أنه جاء كأنه يفتخر مثلا، فقال له علي عليه السلام: لا، ليس الأمر كذلك، أنت قتلت من كان أمامك، أي واحد أجى قدامك قتلته، ما شفت هذا ابن قد يكون مؤمن، حفيده قد يكون مؤمن، بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، بعد قرن، بعد 1000 سنة واحد من ذريته يكون مؤمن، ولكني نظرته في صلبه، كل واحد قدامي كان إلى يوم القيامة. مضمون الرواية طبعا المنقول: فإن وجدت فيه مؤمنا واحدا أعرضت عنه، ما قتلت. إيش قد فرق بين السماء والأرض الفرق. ثم في تتمة رواية الإمام الصادق عليه السلام: وكذلك قائمنا، عجل الله تعالى فرجه الشريف، أهل البيت أو أهل البيت لن يظهر أبدا، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه نقمة على الكافرين، إذا أجى هذا الكافر لازم يقتله، إذا أكو في صلبة مؤمن كيف يقتله؟ لن يظهر أبدا حتى تظهر ودائع الله عز وجل. فإذا ظهر خلاص الكفار الموجودين في أصلابهم ماكو مؤمن، حين ذاك يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ظهرت ظهر على من ظهر فقتله، خلاص بعد هذا وجوده ما له قيمة، لا قيمة فعلية لا قيمة مستقبلية. ربما هنالك مجموعة من الحكم الأخرى في التأخير أو رفع العذاب، منها قانون الإملاء والإمهال: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. طبعا هذه بحوثها مفصلة وفي محلها بحاجة إلى تحقيق ومراجعة وتبيين وذكر الشواهد والأمثلة من الآيات من الروايات الشريفة، نذكرها باختصار. القانون الثالث، العلة الثالثة للتأخير أو لرفع العذاب: الاستدراج، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الاستدراج، الشرطة القضاء حينما يشوفون مجرم ما يقبضون عليه فورا، وإنما يستدرجوه حتى الشواهد تكثر عليه، الأدلة تكون كافية وافية، يستدرجوه في لحظة معينة، ربما يطاردوه سنوات حتى بعدين في الساعة المعينة يقبضون عليه. إن ربك لبالمرصاد. وربما يكون هنالك حكمة أو علة رابعة: إتمام الحجة. قل فلله الحجة البالغة. الخامس الامتحان، هذا هو الامتحان الإلهي ليميز الله الخبيث من الطيب، اللي هو التزيل وإخراج الودائع الطولية أو العرضية، ليميز الخبيث من الطيب. وربما العلة السادسة الهداية، واحد منهم يهتدي، لعل هذا الفرد إذا عذبناه اليوم إذا قضي عليه ماكو مجال للهداية، رسول الله صلى الله عليه وآله بعث رحمة للعالمين، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيها. وعلي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، ما كان الله ليعذبهم وعلي فيها، وهكذا لأن عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه رحمة، لعل واحد منهم يهتد. من رحمة الله تبارك وتعالى أنه منح فرصة للعباد
لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. لأجل ذلك كله جعلنا لمهلكهم موعدا. هذا الموعد قد يكون بعد 950 سنة، قد يكون ليوم القيامة في هذه الأمة المرحومة. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإلا إن تقرر نزول العذاب الإلهي على كل مجرم بمجرد الإجرام، هذا تدرون يستلزم شنو؟ يستلزم أنه لا يبقى على وجه الكرة الأرضية بشر إلا الأولياء، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الحواريون مثلا، هؤلاء بس يبقون. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ما يبقى أحد بعد يذب على وجه الأرض، كل واحد عنده فرض ظلم، إما يظلم زوجته، إما يظلم ابنه، إما يظلم جاره، إما يظلم شريكه. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ما يبقى بعد أحد على وجه الكرة الأرضية، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولولا كلمة سبقت من ربك، الكلمة الإلهية التي سبقت من الله تبارك وتعالى، والأجل المسمى، وأجل المسمى هذا عطف على سبقت من ربك، يعني لولا كلمة وأجل مسمى، يعني لولا الكلمة القضاء الإلهي والأجل المسمى، المدة التي سماها الله تبارك وتعالى قدرها للفرد أو للأمة، لكان العذاب نازلا عليها. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، يعني لكان العذاب ملازما لهم وأجل مسمى. مع ذلك حتى لا يغفل الناس، الله تبارك وتعالى جعل بعض الآيات والعلائم لهذه الأمة حتى يعتبروا، كما بينا أمس العذاب الإلهي مو خاص بالصيحة السماوية أو الريح الصرصر العاتية أو ما أشبه ذلك مما دمر الأقوام السابقة، أنواع منوعة، أشكال منوعة من العذاب الإلهي تبصر للمؤمنين حتى يتعظون، حتى يشوفون. أمس بينا كورونا ألم يكن عذابا إلهيا؟ أوقف حركة العالم. الله له جنود متعددون، أشكال من الجنود، من جنوده الغبار، هذا الغبار يحطم. يمكن في السنوات السابقة بينا بعض معالم ذا، أنا طلعت هنا شفت الجو مغبر صدق وحشة، المدينة تتحول إلى مدينة الأشباح أصلا، ونماذج الطغاة الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى، هذا النموذج أمام عين صدام عليه لعائن الله، هذا النموذج إحنا عاصرنا العالم كل شاف. هذه الطاغية اللي كانوا يجون يوقفون قدامه بالأهازيج يقرونه يا جبل ما يهزك ريح، صح لو لا؟ يا جبل ما يهزك ريح، يا ريح ما يهزك، طلعوا من الجحر أمام عين العالم كل، وين هذا الجبل اللي ما يهز الريح؟ باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأودعوا حفرا،
الشاعر يقصد القابر، ولكن احنا نطبق على الطاغية اللي طلعه من الجوحر، الحفرة اللي كان مختبئ بيه سنوات عديدة. وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا، أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود تنتقل. كان في يوم من الأيام في هذه القصور الضخمة الكبيرة يعيث فسادا في الأرض، يفعل ما يشاء، يقول بلسان الحال ولسان القال أنا ربكم الأعلى، أنت الشمس، أنت القمر، أنت الماء، أنت المطر، هو الكل في الكون. وقد أراد أن يحكم العراق هو وأولاده 400 سنة، ولكن شنو هذا؟ مو عذاب إلهي؟ أجل مسمى، الله تبارك وتعالى ينتظر ذلك الأجل. وإذا بريح تأتي من هنا وهناك تقضي على ملكه العظيم وانتهى كل شيء. هذه عبرة للجميع، لكل الطغاة. الطاغية قد يكون طاغية على دولة، على بلدة، على مدينة، قد يكون طاغية على بيته. هذه القضية لا ترتبط بهم فقط، ترتبط بنا أيضا. واحد لازم يدير باله. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، يعني لكان العذاب ملازما لهم والهلاك وعجل مسمى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شرور أنفسنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.